يتابعك وبدالكم اهتمامه، وشعب قطر وياك في سر وجهار، يرسم على وجهك أمل وابتسامة. نسأل عليك ونلتمس منك الأعذار، ونخشع وندعي لك تزول الغمامة، ونقابلك يا حر في دار الأحرار، ديرة تميم المجد راس الزعامة، ونتابع أخبارك بنشرات الأخبار، كله لجل عيناك مجد وكرامة. ما غبت عنا حاضر بليل ونهار، كل يمره طيفكم في منامه، وحنا معك ندعي لك كبار وصغار، رحلة علاج يكون مسكن ختامه. الشاعر خليفة بن عبد الله الكعبي. حبوني ان شاء الله بصير بخير وكم سلامة. غانم متخايف؟ دايما امي تقول لي امنتك الله يا غانم، ليش اخاف؟ دخلوا غانم المستشفى اليوم، وان شاء الله عمليته بكرة الساعة 12، وهاي بطلنا عبد العزيز السباح يا يزوره. لا دام اني في امانة الرحمن وبين يده ما اخاف. طبعا مثل ما شفت اخواني واخواتي، انا جاي زياره لفندق الدبليو. ليش جاي الدبليو؟ وش اللي عندي؟ طبعا انا يشرفني اني اكون اليوم في ضيافه اخوي احمد الماضي. مرحبا وسهلا بك يا مرحبا ومسهلا. طبعا انتم عارفين احمد يعني غني عن التعريف، وهو صاحب هذه اللوحه او هذه الجداريه او هذه الايقونه تميم المجد المعروفه. شرفتني يا مرحبا بك. يا مرحبا. احنا وين؟ شو نسوي؟ ليش جينا هنا؟ ليش قلت لي حياك عندي هدي؟ فهمني شو الموضوع. اول شيء انت تعز علي، لازم تمر، لازم تشوف المعرض اللي سويته. هذا يعتبر ثاني معرض ترتيب هنا من فندق الدبليو، على اساس ان نقدم هذا المعرض في قدم اعمالي. كانت هنا موجوده اللوحه الاصليه، كانت مكان هذه هي الاصليه. ايوه طيب، وهذه النسخه من الليمتد اديشن اللي طرحناهم، واحده من 50. واحدة من 50، مش 50 وين راحوا؟ لا وهذه اللي هني، شوف شنو هني، هذا القسم كله حق قطر. طبعا مثل ما انت شايف صور الشخصيات اللي نعتز فيها ونفتخر فيهم، سمو الشيخ قاسم، سمو الشيخ خليفه الله يغفر له ويرحمه، سمو الشيخ حمد الامير الوالد، والشيخ عبد الله بن جاسم، وامنا الشيخ اموز الله يحفظها. هذا خاص لهم، هذا ركن، هذا خاص، هذا القسم خاص. طيب وهني بعد هذه احد اللوحات الجديده اللي تم اضافتها هذا الشهر. سمو الشيخ الجواهر. اي نعم، حرم سمو الامير، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. طيب هني وشو هذا؟ دخلنا الحين موضوع ثاني، خلينا نكمل القسم اللي هناك الجديد ونمشي على هذيل، ايش رايك؟ يلا توكل على الله. هذه وشو هني؟ هذه لوحه المستقبل، سمو الشيخ حمد بن تميم. هذا اسمه المستقبل. اي نعم. والله حلو فعلا، وفعلا هو المستقبل ان شاء الله الزاهر لقطر. وهذه طبعا هذه الشيخ حمد والشيخ تميم، الوطن والامير، هذه احد لوحات العزيز علي. روعه صراحه، وايد حلو. وهذه هاي الشيخ خليفه بن حمد. طبعا باللبس العسكري تعبر الامن. الشيخ محمد بن عبد الرحمن الله يعطيه العافيه، فارس الحصار. هذه احد الصور الخاصه اللي نوع الشموخ الصوره طبعا اللي توني ضايفها هذه في المعرض. جديده هذه؟ اي نعم، 10 لوحات جديده ضايفها. صباح الانسانيه الله يعطيه العافيه حق اهلنا الكويت، وهذا السلطان قابوس ربعنا في عمان، ورجب طيب اردوغان الله يعطي العافية. والله ونعم فيهم موقفهم الإيجابي اللي أثر صدورنا صراحة في الأزمة هذه. أكيد صادق. الله يجزيهم خير. طبعا هاي هني الواجهة
فيها أحد الصور العزيزة عندي اسمه الشيخ تميم. وليش في الواجهة هذه؟ ايش معنى ذي في الواجهة؟ الشيخ تميم لا لها معنى عندك الصورة هذه أكيد لا؟ طبعا لا، أنا هي طريقتها شوي مختلفة. صحيح. أي. صحيح. طبعا من زوار المعرض مجموعة كبيرة من الشباب المهتمين وأيضا مشجعين لفنانة الكبير أحمد المعاضيد، فطبعا أصروا أنهم يكتبون ويعبرون عن حب قطر من خلال هذه الجداريات اللي كتبت فيها عبارات جميلة. هذه مثلها مثلا: قطر تصعب على من بغاها، لكم العالم لنا تميم، وشغلات جميلة صراحة وتعابير سواء من مواطنين أو من مقيمين، أخواننا وأحبائنا يا مرحبا وسهلا فيهم ونفخر فيهم ونفخر أيضا بهذه المشاركة الجميلة. هذه طبعا الرسمة هي عن المرأة. المرأة هي العطاء، مثل الشجرة مثل النخل اللي تزهر دائما رغم صعوبة الظروف اللي هي عايشة فيها، ولكن أيضا تزهر دائما مثل ما نشوف. احمد، لو انا ابغي اغتنم هاللوحه هل بشتريها؟ هل عرضوا عليك سعر؟ يعني هل شوف طبعا خفايا بقول لك شغله، كثير ناس طلبوا ان انا اقدم لهم يعني ان يعني يشترونها يا كذا، طبعا رفضت، واللوحه الاصليه راحت لسمو الامير، وانا انا ما اكرر اللوحات، ما ارسمها مرتين عشان تكون اللوحه الاصليه تكون لها قيمه، فطرحنا ليميتد اديشن من هذه اللوحه، عدد 50 حبة موجودة اللي هي مش إنها رسمة، لا مطبوعة طباعة على نفس الحجم الأصلية، نفس المقاسات ونفس الكانفاس اللي هو القماش اللي في اللوحة الأصلية، وموقع التوقيع الأصلي من وراء وقدام، وعليها شهادة 50 حبة يعني من واحد متوفرة حاليا إلى 50. اي طبعا متوفرين، ومن خلال المعرض هنا احنا قاعدين مثلا اللي حاب يقتنيها يعلقها في المجلس ولا البيت ولا او المكتب، فيقدر يتواصل مع مسؤول المعرض ويقتنيها يعني. Ganem, you still need a hat. You haven't got a hat yet. I heard that you like scuba diving. Your Allah. And skateboarding, you can tell us a little bit about it. Okay? And you come back. Yeah. And you have a glass. Can you get a hammer?
محمد علي شاهين مساء الخير. مساء الورد غالي. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخوي. هذه شريفة. نعم. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك.
تعرفون هالبنت الأمورة شريفة؟ قولي باي باي، قولي هاي، سي هاي سي هاي سي هاي شريفة، سي هاي سي هاي. جاي جود تايم، اي هاف جود تايم. سلام بارك الله. شوف كلهم يبون شريفة. والله جميل من المجد. لا والله والله غريبة. الحمد لله قارن طلع من العملية. اسمح لي ما قدرت أصور. بس وما نعين أن الزيارة حتى يعني إحنا ما نقدر ندش. الحمد لله إحنا ندش ونطلع، يعني يفضل أن ما نقعد وايد. عمليته 5 ساعات، هو على أساس يفتحون على جنب بس لقوا المكان وايد ضيق عشان يشيلون المصران، فاضطروا يفتحون ويشقون بطنه كامل، شالوا جزء كبير من المصران عشان يكبرون فيه المثانة، وكبروا المثانة تقريبا 70%. بس ما بيبين نجاح العملية إلا عقب 2 أسبوع أو شهر. إن شاء الله خير. هو أساس المعدة والأمعاء والمثانة يرجعون لوظائفهم الطبيعية يحتاجون وقت، بس إيش كثر ما أدري. هو طبيا قالوا ما بيصير أحسن، بس ندعو الله إنه يرجع مثل قبل. اسمحوا لي هالفترة ما بقدر أطلعه لأنه وايد قاعد يتألم، وهم قالوا إن هالعملية وايد مؤلمة لأنه وايد غيروا في الأحشاء، غيروا وقصصوا في الأحشاء، والحين الحمد لله بطنه منتفخ وزايد الضغط عليه.